من وجهه نظري محمود حسن تريزيجيه واحد من اهم اللاعبين الموجودين في الساحه المصريه حاليا. انتقل من زي ما انا قلت لحضراتكم من اندرلخت لمسكرون عشان يلعب، وانا بالنسبه لي اي لاعب يكون عايز يلعب وحابب ان هو يلعب ده لاعب بيكون طموحاته عاليه جدا وبيكون لاعب مختلف. الطموح والاراده والعزيمه مش موجوده عند اي حد بالساهل. تريزيجيه عارف يحافظ على مركزه في منتخب مصر وفي اي فريق بيروحه بينتقل ليه. فبالتالي كالعاده بعد ما فريق اسم باشا التركي لاعب فريق جلاتا سراي وتالق تريزيجيه وساهم في فوز فريقه 2-1، قبل ما نروح نشوف ملخص لمسات تريزيجيه تعالوا نتكلم ونشوف ونستعرض قدام حضراتكم الصحف التركيه ازاي ابرزت دور تريزيجيه في فوز فريقه، ازاي اتكلمت عليه بالشكل الرائع كالعاده. خبر في صفحه من احدى الصحف التركيه اللي بتتكلم واللي فرده ليه تريزيجيه صوره بطول الصحيفه او الخبر زي ما احنا شايفين، وبتتكلم على مباراه جلاتا سراي وان ازاي فريق اسم باشا تفوق على جلاتا سراي، ان واحد من اكبر الانديه او اعرق الانديه التركيه فريق جلاتا سراي لكن اسم باشا بيتفوق عليه، وازاي تريزيجيه سواء بانتقاله لفريق اسم باشا وان هو ابرز نفسه وابرز الفريق بشكل عام وخلى الفريق بقى نقطه تحول للفريق، ان تريزيجيه لما بيبقى موجود وبيشارك بيساهم في كتير جدا من فوز فريقه او لما بيحرز هدف او بيصنع هدف. ده بالنسبه لتريزيجيه اللي يعني على حد معلوماتي الشخصيه وقربي من تريزيجيه وانا عارف المصادر اللي موجوده حوالينه ان اللاعب جاله اكتر من عرض الموسم الحالي، لكن تريزيجيه انا شايف ان هو من العقليات المحترمه جدا في السوق المصري ووسط لعيبه كتيره جدا بيتمتع بعقليه عاليه. هو فضل ان هو ما يحسمش انتقاله لاي نادي من الانديه او من العروض سواء في الدوري الاسباني او في الدوري الانجليزي الا بعد كاس العالم، وده يدل فعلا على انه عنده عقليه عاليه جدا. اللاعب عايز يعمل احسن حاجه عنده في الدوري التركي عشان يختم الموسم الحالي بتألق وبعدد اهداف وبعدد اسيست وبعدد مشاركات. طبعا ده بينضم لي في السي في الخاص بيه. بعد كده اللاعب بيلعب مع منتخب مصر 3 مباريات على الاقل في كاس العالم يتألق فيهم، يعمل سي في تاني او ينضاف الى السي في الخاص باللاعب. بعد كده نقدر نتكلم هل تريزيجيه ممكن ينتقل الى احد الانديه الاسبانيه او الانجليزيه. انا ممكن شايف تريزيجيه في الدوري الانجليزي، تريزيجيه لاعب قوي، لاعب سريع، لاعب مهاري، ممكن اسبانيا. انا بتكلم على ان المنافسه في انجلترا قويه جدا، محمد صلاح شايفينه بيتالق مع ليفربول وبيأدي بشكل رائع جدا. عندنا كمان المنافسه في انجلترا صعبه في سواء حصولك على مراكز متقدمه او الهبوط الى دوري الدرجه الثانيه، كل الدوري الانجليزي كله بينافس بعض. فانا شايف تريزيجيه مكانه يبقى موجود في الدوري الانجليزي في احد الفرق الكبرى، انا شايف انه اضافه كبيره جدا جدا لتريزيجيه وللدوري الانجليزي. تعال نشوف ملخص لمسات تريزيجيه امام فريق جلاتا سراي مع فريق قاسم باشا التركي. Şut izni vermiyor. Trezeguet kanat değiştirdi. Trezeguet başladı Kasımpaşa. Trezeguet. Sadiku. Topa vuran Trezeguet. Trezeguet. Sadiku. Lines topa yakın. Martin Lines ve şimdi Trezeguet. Top Galatasaray'da. Feygun. Lines. Topu aldı Trezeguet. Ve ikinci yarı başladı. Yatarak müdahale. Yine Dong. Arka arkaya müdahaleler Dong'dan. Sinan oyuna girecek. Trezeguet. Trezeguet süratli. Sıpaşa. Trezeguet. 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 Yine kaleye düşüp. Trezeguet. Lines. Ha, pasını aktardı Trezeguet'e top hızlı. Musisa uzak noktaya gönderdi kademede Lines. Uzun mesafeli pas. Lines yükseldi kafayı vurdu. Sinan Gümüş. Maicon. Süper Lig'de 22. hafta karşılaşması. Günün son maçı. Şimdi Trezeguet. Önünde boş bir alan. Bekledi Trezeguet. Benio. Trezeguet. Sırıldı Maicon'dan. Trezeguet çizgide gidiyor. Trezeguet. Oyundan çıkan isim. Trezeguet.
yaptı. Trezeguet topu aldı. Trezeguet ceza sahasında. Trezeguet. Benyon. Tolga topun başında Trezeguet. Benyon girdi. Trezeguet ceza sahasında. Trezeguet Muslera. Trezeguet indirdi. Tolga'nın mücadele. 37'de